لا صباح الخير. تذكر تذكر اخر محاضره حكينا عن سبيشيز ريتشنس ريليشن شيب، مش متذكرين ولا شيء. طيب اوكي، في عندي تايب 1 تايب 2، حكينا عن الاريا، كل ما زادت المساحه كل ما كنا نتوقع انه يكون في عندنا ايش اصناف كثير، مزبوط. بس هذا الحكي ان جنرال مزبوط، لكن في بعض الحالات بتكون العكس. حكينا عن ديزرت، حكينا مثلا عن ايلاند. ايلاند عاده كويس انك تدرس سيستم بجزيره، الجزيره محاطه بايش؟ في مياه وصعب الوصول اليها، لكن بدك تاخذ منطقه ممكن فيش يا دوب تصلها ايش هذه الطيور المهاجره ولا لا، تجي تحط فيها، عشان هيك بتسفل على المياه دراستها. حكينا في عندنا تايب 1 وتايب 2. تايب 1 كانت منطقيا انه كل ما بزيد الريجينال كل ما بتكون في عندك ريتشنس. ريتشنس تعني نمبر، صح؟ كثافه، كثافه السبيشيز، عدده بتزيد اللوكال. لكن التايب الثاني اللي حكينا عنه انه كل ما كان حتى لو زاد الريجينال، التايب 1 بوصل لحد معين سيلينج له بطل يزيد، بيمشي بستدي. هذا تايب 1 وتايب 2 اللي حكينا عنهم. حكينا شيء اللي اسمه، هلا بنكمل على الانديزم. سمعتوا كلمه انديزم؟ اندي تعني مستوطن ولا لا؟ مستوطنين هذولا بتكون في منطقة، هذه هي النقطة اللي بدنا اياها، انه بتكون nowhere else، بتكون في منطقة محددة معينة وبتكونش في المنطقة الثانية، فهي بتكون مستوطنة في هذه المنطقة. بغض النظر الاريا ممكن تكون large وممكن تكون small. واضح؟ اتاكسون، هلا بنرجع بعد كلمة تاكسون. تاكسونومي تصنيف. سبيشيز ممكن يكون تاكسون، سبيشيز ممكن تكون تاكسون. واضح؟ جنرال ممكن تكون تاكسون. تاكسون اللي هو الخط اللي حكينا عنه، مزبوط. Is endemic to the area if it occurs there and nowhere else. It can be large, it can be small. عم مين نحكي احنا هون؟ هذه particularly، صح؟ بشكل متخصص، بارتيكولاري اوشنز ايلاند. ممكن تكون في عندك ايش هذا، عندها هاي ليفل. حكينا عن مين؟ جبنا مثال المهم موجود في جزيره هواو، مش هواوي، هواوي هذا اللي شو اسمه جوال، هواي، هواي. اوكي ممتاز. في شيء سميناه، هذول حكينا عن المصطلحات، قلتوا لي شو هم، شو تعني؟ هاي جبناهم بالتفصيل وعرفناهم. نيو انديميك، وين بتكون هذه؟ هايبريدايزيشن او فليبلويدي، موجود في لبنان. اوكي، نيو انديميك ريفيرس سبيشيز ذات هاف بين، شو معنى كلمه نيو؟ جديد. السبيشيز هذا وين صار فيه؟ طلع جديد، مزبوط. كان في اولد سبيشيز، انبثق عنه نيو سبيشيز، فطلع سبيشيز جديد فسموه نيو انديميك. على ما مش بعد كلمه انديميك، بتكون في منطقه معينه وبتكونش في المنطقه الثانيه. هذه المنطقه ممكن تكون سمول، ممكن تكون لارج. فطلع سبيشيز وين طلع؟ طلع في هذه المنطقه، مزبوط. ريفيرس سبيشيز ذات هاف بين ريسنت هورايزن سش از ثرو دايفيرجنس. هلا بنعرف شو معناتها هذول الكلمتين ولا لا؟ اللي جبناهم هذا العملية الايسوليشن، تطلع عندك النيو سبيشيز، بس لازم يكون عندك ايش؟ ريبرودكتيف ايسوليشن، ممكن يكون جيوغرافيك ايسوليشن ولا لا؟ صح؟ ممكن عندك يصير كونفيرجنت، بعض الاوقات يصير دايفيرجنت او يكون ستيبل. دايفيرجنس خلص ابعدوا عن بعض. والسبيشيز لازم يكون ايش؟ حتى يكون عندك نيو سبيشيز، مش لازم يتكاثر أي عمل reproduction أو meeting أو breeding مع الـ order species ولا لا؟ مش ينبثق عنه؟ ممنوع يعمل عنه، خلاص. إذا بيرجع بصير convergent. أوكي، طب هذه بالينيو endemic widespread، بتعرف شو صار فيه؟ restricted، كان موجود وهلا خلاص انقرض وضل في منطقة واحدة. هذا عبارة عن definitions. هاي في عنا صورة، شو حاطين هون؟
مع الاريا. وهون number of species. شو بزيد بشكل عام؟ كل ما بزيد الاريا. طيب شو حاطين هون احنا هون؟ بين عندكم واضحة؟ large ولا log؟ ولا هذه large؟ ولا logarithm؟ هذه log. Number of species هذه number of species، بس خدناها على شكل log. واحدة طالعة بشكل طردية العلاقة ولا لا؟ كل ما بزيد الاريا بشكل عام بزيد number of species. هذا حكينا عليه in general. إذا هذا هلا بدنا نحكي على level، level مستويات الانديميزم. هلا بصير في variation ولا فيش variation هون؟ بتغير مع تغيرات الفاكتورز اللي بتأثر على الاستيطان او على تواجد هذا السبيشيز في منطقة معينة. الاريا حكينا هاي الاريا، مسافة، مساحة سوري. كل ما بزيد بزيد، ممتاز. طيب اللاتيتيود خطوط العرض والطول، برافو عليك. ايوه اللي هذول بناخذهم على شكل درجات ولا لا؟ اوكي قراتها. The number of endemics trend to increase towards lower latitude. خطوط الطول وخطوط العرض. هلا وين احنا بنقرا؟ خطوط الاستوائيه. ايوه كل ما قربنا على الخطوط الاستوائيه. اوكي هلا عندك شمال، عندك جنوب، عندك بالنص. كل ما قربت على الخطوط الاستوائيه هدول شو بصير بالهاد؟ هلا بشكل عام انتم بتشوفوا منطقه الشمال والجنوب. تعالوا على فلسطين، شوفوا الشمال والجنوب، تعالوا على العراق، شوفوا شمالها وشوفوا جنوبها. بتلاحظوا دائما الشمال أحسن؟ أخضر؟ ولا لا؟ بتلاقي الجنوب صحراء؟ طلع على جميع البلدان، طلع على الخارطة، you will see this. دائما بتكون بتلاقوا الشمال، طلع شمال العراق، شمال سوريا، طلع عليه. وين بيعيشوا الأكراد، طلع عليه، طلع عليه، you think about it. تخيليها يعني، just imagine this. إذا طلعتوا على خارطة. طلع على خارطة تخيليها بتلاقيها كلها مناطق خضراء. أقول لك تعال بلاش يا ستي، شمال فلسطين يا أنوار. شمال فلسطين نفس جنوبها؟ نفس جنوبها؟ صحراء جنوبنا. فكريش بالخليل أنت، فكري في النقب. بير السبع. مالها لبنان؟ لبنان الصغيرة هذه وين؟ تفرق. نعم مش بجنوب لبنان، هي قطعة واحدة كانت هذه، هي كلها فلسطين كبرى، كانت فلسطين التاريخية. تفضحونا عش مش كانت كلها بلاد الشام؟ قسموها فحد لبنان طلع في منطقة. هذا الحكي حد الأردن طلع كله صحراء. 98% ولا لا مش خدتوها صحراء. طيب species richness شو كلمة infrequently؟ frequently شو معناها؟ infrequently غير مكرر. level of endemism and infrequently positively correlated ولا لا؟ كل ما بزيد الـ شو بصير في species richness؟ بزيد. هلا شو الأسباب الخمسة؟ الثلاث أسباب. طيب في بعض المناطق بيكون الأمر فيها عكسي، مزبوط؟ كل ما بزيد المساحة الأريا لا تعني إن سبيشيز ريشنس بزيد. صحراء أو ممكن تكون منطقة معزولة ولا لا؟ أو ممكن تكون منطقة على رأس جبل في قمة الهيمالايا. هلا أنتم شباب أو صبايا أول ما بيخطر على بالكم سبيشيز ريتشنس شو بيخطر على بالكم؟ نبات ولا حيوان؟ ولا كل شيء؟ حشرات؟ طيب مايكرو أورجانيزم تخطر على بالكم هاي؟ بعيد عنكم هاي. حتى هذه بتدخل فيها. مش حكيتوا على one handful of soil تحوي عدد لا نهائي من المايكرو اورجانيزم؟
كان عارضين على الفيس قبل فترة one drop of water. شفتوا قديش فيها مايكرو أورجانيزم؟ شيء مذهل. One drop of water. ما تفكروش بالتمساح ولا تفكروا بالحوت. Reason given for the occurrence of area of high level of endemism are typically unusual environmental conditions, ظروف استثنائية. ممكن يكون عندك isolation هذه معزولة. ممكن يكون الانفايرمنت شو صار فيها؟ عم تتغير، شو التأثيرات اللي بنحكيها؟ ممكن تكون بايوتيك أو إن أو أي بايوتيك، هذه شو بتسوي كلها هذه؟ الكونسترين الوايد سبريد أوف سبيشيز، هذول النقاط عكسيات ولا لا؟ أوكي، إحنا حكينا إنه الأريا بتزيد سبيشيز ريتشنس بزيد. طب في بعض المناطق هذا الحكي مش موجود، كنا لكم هذه المنطقة بتكون معزولة أو أجت عليها تغيرات بيئية بايوتيك أو إي بايوتيك إكسبريس، هذا كله بيعمل كونسترين. كونسترين معناها تحده من اللي هي انفايرمنتال كونديشن، زي على جراس الهيمالايا. طب الديب أوشن ظروف طبيعية بيتحكم فيه الضغط، يعني هنا الدكتور أوكي البارو باروميتر او بارومتريك بسموها. في بعض البكتيريا بتعيش بالديب اوشن باي ذا واي، مزبوط. الدولفين كمان ولا لا، والشارك مش بيستخدموه الان في التجسس، مش بيدخل في الديب اوشن. على السب مارينز بيوصلوا لحد لعمق معين لانه مش فلات. هو على كل حال احنا بنوصل لحد مثلا لحد معين بعدين خلص بدنا وي نيد تو هيلب اوف ماشين، بدنا مساعده الغواصات لانه بصير عندك بارومتريك. بس في بكتيريا كان ليف ان ديب اوشن. كل هذول الثلاثه عم بحدوا عم بيعطوا نتائج معاكسه للي احنا كنا نحكيه، انه كل ما بتزيد الاريا كل ما بتزيد سبيشيز ريشنس. حكينا هدول. حكيناهم ولا لا؟ كرر هاي السلايد. حكينا لما نحكي على البارتيكل انفايرمنت بيئات محددة اللي هي بتأثر على هذا الحكي. اللي شو من هدول أكتر وحدة؟ بروفن هارد تو اكسس، صعب انه نوصلها، مزبوط. هلا مش كل البيئات اللي احنا درسناها. اوكي بدي اسالك سؤال، لو قلت لك على منطقة مثل معينة انت ما بتقدر توصلها وقلت لك سبيشيز ريتشنس هناك، هل هو علاقة طردية مع الاريا ولا علاقة عكسية؟ شو راح تقول لي انت؟ تقول لي طب بدي اروح انا ازورها تعرف اوصلها، جيب لي هليكوبتر بدي، او مناطق وعرية بالجبال ما بتقدرش توصلها، حتى الصحراء كلها اللي برايك. هلا بدك تعمل سكريننج للسبيشيز الموجودة في الديزرت اللي مساحتها كذا شاسع، انت بتغطيها كلها؟ طب شو أهم عنصر، أهم نقطة إنه أنا أعطي رأي أو أعطي إنديكيشن إنه فعلا كل ما عم بزيد الأريا كل ما عم بزيد سبيشيز ريتشنس؟ شو إشي نقطة رئيسية لازم أغطيها؟ شو أول عمل بتكون فيه؟ What is the first step؟ Sample collection، مزبوط. كل ما كانت يور سامبل ريبريزنتيف كل ما كانت الكونكلوجن اللي عم بتطلعها ادق. سامبلينج بليز، سامبلينج هي اهم فيرست ستيب واهم نقطه هذه اللي لازم نعملها. طيب ايش هذا البارتيكل انفايرمنت اللي بروفن تو اكسس؟ تروبيكال فورست كانوبي، بتعرف شو معنى كلمه كانوبي؟ اوكي بالفورست اللي هو الغطاء الكثيف للاشجار، اللي هي اللي انتم بتشوفوه هذا، بتشوفوه طالع بالستام، والكانوبي اللي هي زي القمه بتيجي اللي هي الغطاء اللي هذا بتغطيه. طبعا تحتيه ريتش ان بتكون غنيه بالبايودايفرسيتي ولا لا؟ بس شو بيعمل هدول عاده؟ شادو، بغطوا. اذا عباره عن تروبيكال، اي فورست هدول بيكونوا تروبيكال اللي بتكون معطره، هذول بروفن هارد تو اكسس. هذول ايش عبارانهم؟ بورلي ديسكفر، لسه بدك تعملهم مور ديسكفر. If you have fund, if you have money, go ahead.
طيب شو بالنسبة للسويل؟ ناخذ عينات تربة اتسلف ونحللها. شو بدي حلل تا يحلل؟ قديش في عندك فطريات ولا لا؟ قديش في عندك بكتيريا؟ احنا عم نعطيك يعني بشكل عام الموست امبورتنت فور اس اللي بتأثر على السويل، اللي هي مثلا اللي بتأثر على السلينيتي ولا لا؟ هذا بهمك. اللي بتهمك اللي هي بتاعت الرايزوبكتيريا، هذه بتهمنا ولا لا؟ او مثلا لا سمح الله بعض البكتيريا الباثوجينز للبلانت يعني، او للهيومن زي الباسيلس انثراسس اللي بتعيش بالتربه. هذا اللي بتكون ايش الريسيرش عليه فوكس اورينتد. لكن في كثير اصناف من البكتيريا سبيشيز اوف بكتيريا ستيل هاز تو بي ديسكفرد. هدول ايش؟ كورال ريفز. هذا كثير حلوات بجننوا المرجان، مزبوط. هذا اللي بكون كثير ملونين، وعادة الريد سيز ريتش، غني البحر الاحمر فيهم، مزبوط. هلا هدول في حلاوتهم ايش؟ انه ملجأ لكثير من الكائنات الحيه الدقيقه الصغيره، يعني بدناش يكون مايكروسكوبيك، سمول. واضح؟ هلا انت ممكن تعمل لها اكسس، لكن شوف قديش بتتغطي مساحه هاي، 60,000 600,000 كيلومتر سكوير. حاطط لك ايش انا اونلي فقط، يعني مساحه كبيره ولا صغيره اونلي حاطين. ما احنا شوف شوف the global area covered by coral reefs is only about 600,000 كيلومتر سكوير. طيب شوف المساحه الصغيره هاي، قارنها باوشن، قارنها في السي، very small. مع حال شو بحكي لك انا قديش تقريبا ربع الكائنات الحيوان بتعيش في هذه المناطق، وخمسها lives in الايكو سيستم. واضح؟ هذه all marine species. هون حكيت عن وين انا؟ عن فيش سبيشيز. شوف الاسماء كلها، خمس الاسماء اللي في المحيط بتكون عايشه في هذه المناطق. اول شيء بتعطيها يعني بروتكشن، الكل بروح على البروتكشن ما شاء الله هناك. فبتيجي الاسماك الثانيه البريديتور وين بتروح؟ بتروح على المناطق هاي، الكل بصير يروح هناك، الكل بصير يصيد في بعض. الاسماك بتعيش فيها في المارين سيستم، بعيش في هناك في هذه المنطقه. طيب الديب اوشن، تخيلوا ديب اوشن هاز بيس ذات 10 ملي سبيشيز اللي في الديب سي، حوالي 10. طبعا هذا استيميشن ولا لا؟ لسه ما وصلوا له هذا الحكي، بس ذير تو ماتش. احنا حكينا 50 مليون، قديش في عدد سبيشيز موجود في العالم؟ 3.5 ل 50، 3.5 مليون ل 50 مليون، هيك حكينا. لسه ذا هاز تو بي ديسكفرد ولا 300 مليون؟ قرأتوها ولا لسه؟ اوكي. جريدينتس في البايو دايفرستي. جريدينتس معناها تفاوت في البايو دايفرستي. حكينا كلمة سبيشال بتعرفوها، كلمة سبيشال ريليتد تو وات سبيشال؟ ريليتد تو سبيس. Temporal related to time space. Spatial related to space. بكون لكم كلمة space spatial. ما شاء الله عنها. It is complex. المقصود فيها انه في area كتيرة، في variation، في gradients، في بعض الاريا rich وبعض الاريا poor. هلا بتعتمد على انت كمان تفسيرك شو اريا. النقطة اللي اثارتها حلوة، لبنان بتعرفش، هذه اريا فيري سمول اريا، قطعوها من جزء من فلسطين، جزء من او من بلاد الشام، هذه كلها خضرة فيش فيها صحراء، بجوز هي البلد الوحيد اللي فيش فيها صحراء ولا لا؟ لبنان. فهذه تعتمد انت على تعريفك للاريا، هل بدك تاخذي كل منطقة الحوض الاوطى المتوسط ولا بدك تاخذي الاردن ما شاء الله؟ اللي 98% منها صحراء. تعتمد عليك، عشان هيك حكينا عنها وات
It's a complex. إشي معقد يعني ما بتقدر تكون ما بتقدر تعطي يعني كيف a clear definition أو clear items. أوكي عم بتزيد عم تنقص عم بتزيد عم تنقص. في أكثر من معيار بيدخل بهذا النمط. Latitude بزيد من وين؟ من الهاي لا اللو. حكيتوا كلمة لا هاي ولو صح. شيل هاي طلعت. temperature معناها؟ ايه؟ temperature حرارة. temperature معتدل؟ معتدل؟ لوين لبتروح؟ للتروبيكال. هذه المناطق بتكون معتدل فيها درجة الحرارة. للتروبيكال اللي بتكون فيها الرين والحرارة رطوبة عالية. ريتشنس عالي. كل شيء فيها عالي. شو بالنسبة للمارين سيستم؟ حكينا احنا على اللاتيتيود جريديانس. نحكي على المنطقة اليابسة بنحكي على الفريش ووتر سيستم. طيب شو بالنسبة للمارين سيستم؟ المارين بحري فريش ووتر نهري. الأنهار في عندي أنهار وبحار. وأكثر شيء وين بتكون ريتش؟ على مصبات مصبات الأنهار صح؟ مش بتكون ريتش هناك البيودايفرسيتي؟ مش بتصيدوا سمك بهذيك المناطق؟ ولا لا؟ بتكون ريتش في الأكسجين كمان. ما يكونش كرش، أوكي. هلا شو التو مين بروبلمز؟ اللي موجودة في المارين سيستم. تحتار أنت في هذا. أنت بدك تاخذ خطوط عرض وطول ولا بدك تاخذ ديب فيه؟ ولا لا؟ فعشان هيك صارت عملية كونفيوز الشغلة، وين بدك تربط؟ بدك تربط قديش ببعيد وقديش قريب ولا بدك تربط مع العمق؟ وشو كمان النقطة الثانية؟ عدد العينات adequate number of sampling. شو بدك تاخذ فيه؟ ميكانيزم طرق مزبوط؟ إن نحصل على a large number of possible mechanisms for latitude gradients and biodiversity has been proposed معناها suggested تم اقتراحها. يلا ايش هم هدول؟ شوفوا ما شاء الله واحدة تنتين competition معناها اوكي mutualism تعاون منفعية منفعة. طيب predation predator افتراس ايوه برافو. patchness ايش معنات patch؟ your patch وين الباتش تاعتكم بتتخرج؟ دفعة ايوه او مجموعة. الانفايرمنتال ستابيليتي والبرو انفايرمنتال كدكش بدك تعمل ثابته او بدك تعملها بريدكشن؟ بدك تعملها بريدكشن تتنبأ فيها زي اليوم حكوا في مطر طلعت شمس. البرودكتيفيتي كثير هذه الامور معقده. الاريا الهابيتات شو اختلفت الاريا عن الهابيتات؟ تختلف الاريا عن الهابيتات؟ ممكن وان اريا تحتوي على 6-7 هابيتات صح؟ اكثر من وان هابيتات. التايم وكمان عملية الايفوليوشن. الله اكبر ضل شيء. شو ضل عندي كمان؟ السولار انرجي. بس الاديشن عمين ركزنا على ثلاثة الاريا وعلى الانيرجي وعلى التايم. ثلاث نقاط واضح. ثلاث فري ميكانيزم ركز على هذول الثلاث شغلات.
طب هذه شيل كلمة attitude لتعني ارتفاع، هذيك attitude وهاتي attitude. إذا في ارتفاع شو في عندك عكسها؟ في عندك depth. طب شو بيصير في ال high elevation؟ شو بيصير في species richness؟ بكل ولا بزيد؟ كل ما بتطلع بده كل، وكل ما زل بالديب اوشن مش شرط صارت، لا صارت عندك مشكله في السامبلينج، لكن جنرال طيب ممتاز بلاش كثير. طب بدي الارض ما بتسخني بتتكربي على الارض جوا ولا لا؟ لا لا اي مين ات، لما انت بتنزل تحت بالكور شو وين بدك توصلي؟ بدك توصلي على الارض تتشعوطي هناك. ففعليا شو بصير في سبيشيز ريس؟ شو بصير فيه؟ بكل منطقيا لوجيك، عم نحكي لوجيك حسب المنطقه اللي انت فيها. لا انت بتحكي عن ارتفاع سطح الارض وعم تاخذ ديب بسطح الارض، واضح؟ لسه انت عم بعطيك بالاوشن، لسه بعدك مش ديب، ما دخلت على القشره الارضيه. دخلتي؟ لسه ما دخلتيش، انت بالاوشن بيد بعدكم. الفاكتورز بياثروا، فور برينسيبل فاكتورز، رجعنا على الاريا، رجعنا نفس الشيء على الانرجي وعلى الفخ ثنتين. اوكي الدب شو حكينا عنه؟ اكستريم ديبث، هيو شايفتيها على الاكستريم ديبث. طب الخلجان هذول والبنسله، الخليج تعرف شو معنى خليج انتو؟ خليج العقبة؟ شو الخليج؟ خليج، خليج العقبة تعرف شو معنى خليج العقبة؟ من ثلاث جهات ولا من جهة واحدة مي صح؟ يابسة من ثلاث جهات من جهة واحدة. طب البنسلة؟ عارش اذا حاط رسمة او مش حاط رسمة، معرفهم معرفهم تخافوش. البنسلة نفس الشيء، اه برضه بتكون محاطة في المية، في المية من ثلاث جهات. العكس عم بحكي عن البنسلة، بحكيش عن الخليج. شبه جزيرة، كلمة اللي بنركز عليها كلمة كلمة ديكلاين، على وين؟ على التيبس. تيبس بعني أطراف ولا لا؟ موفينغ تيبس. شو سمينا هذا؟ البنسلا افكت. بالامتحان شو بيجي؟ بنسلا افكت او البي افكت. برضه شو كلمة ديكلاي؟ كل ما بعدت عنه بالاوبن سي، واضح؟ كل ما كنت انت بالخليج بتكون ريتش في البايودايفرستي، لكن لما تروح على الديب سي شو بصير؟ بتقل. كونجورنس شو معناها بالعربي؟ معناها بالعربي توافق، مش كومباتيبلتي معناها هارموني، معناها زي توافقية. وين بيكون هذا موجودات؟ سبور سبيشيز تروبيكال في التمبريت ات لو، لا الاليفيشن هاي، واضح؟ لو اليفيشن. المارين جروبس قديش قسمناها؟ نقاط هذول عم بيجي كله تروبيكال اكثر من وين؟ من التمبريت. الانترميديانت اكثر من وين؟ من الاكستريم ديبت. والكورال ليفز اكثر من البلاج جيك زون اللي هي ابعد من الكورال ليفز، تدخل الديب شوي بالاوشن. يعطيكم العافيه.